ربي ما وفقنا اليوم، كان الاغلاط اقل، هاي بشكل عام الاغلاط اقل هو اللي يفوز، فهم ما غلطوا نفس اللي احنا غلطنا، احنا في الهجوم شويه ما كنا زينين، بس ان شاء الله ان شاء الله عندنا استحقاقات جايه، ان شاء الله راح نعر الجمهور ان احنا نقدم افضل ما عندنا ان شاء الله. حبيبي اعتذر للجماهير البحرينيه اللي حضروا اليوم المباراه، اقول لهم اليوم احنا اللاعبين نتحمل المسؤوليه، مسامحة ما وفينا حقكم، وقعنا في اغلاط اعتقد سبب هالضغط ما كنا مركزين لاخر المباراه، وهاي حال البطولات يعني يوم تفوز يوم تخسر هاي حال البطولات. الله يعافيك محمد، شو اللي خلاكم تخسرون اليوم؟ المباراه كانت في يدكم، فرص وايد ضاعت عليكم. اول شيء هارد لك نادي النجمه، مبروك الكويت. تركيز شوي، التركيز اللي ضيعناه، الفرص اللي ضاعت كلها بسوء التركيز، الفرص اللي ضاعت من سوء التركيز. واسمع اقول الفرص اللي ضاعت كلها من سوء التركيز اليوم كانت، يعني ما ضيعت بعد فرصته